وللحديث أكثر عن الانتهاكات داخل السجون الحكومية في العراق والتظاهرات التي خرجت في البصرة على إثر وفاة المعتقل هشام الخزعلي تحت التعذيب في مركز شرطة في البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين كرار عجروش. أهلا بك معنا سيد كرار. نعم استاذ، أهلا وسهلا، تحية لك ومرافقين القضائية. أهلا بك سيد كرار. خرجت تظاهرة لذوي المعتقل هشام الخزعلي اليوم على خلفية وفاة ابنهم داخل مركز شرطة في البصرة، لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول ما حدث اليوم وكيف انتهت الأحداث. نعم استاذ، طبعا كل زين نعرف هذا الشاب قطيع المات بالجرائم بالتخارف بين الأسماء. سيد كرار. نعم ألو استاذ، ما جاء اسمع صوتك، صوتك مو واضح. تمام، سمعت سؤالي ام اعيده عليك؟ لا يا ريت لو تعيده. تمام، لو تطلعنا اكثر على تفاصيل ما حدث اليوم وكيف انتهت الاحداث. نعم الاحداث السيد العزيز، الاحداث انتهت، هذا الشاب اللي هو هشام الخزعلي هذا توفى اثناء اثار التعذيب اللي هي من جرائم البصره، هاي الجرائم اللي قودون هاي احنا شفناها جماعتنا المتظاهرين من يرفعون والناشطين من يجون عليهم يكونون القبض عليهم يتعرضون الى اساليب كل الاساليب التعذيب، يعني مثل من تقيع الاظافر وحتى يعني يجيبون عليهم ماي وش اسمه يضربونهم بالكهرباء عن طريق اعضائهم التناسليه، يعني فهاي الجرائم اللي هي في البصره. طيب تحدث بالنسبه للتظاهرات، التظاهره التي خرجت اليوم لذوي يعني هشام الخزعلي، لو تحدثنا من اين انطلقت هذه التظاهره والاعداد التي شاركت في هذه التظاهره وايضا الشعارات التي اطلقت فيها؟ نعم سيدي، من مات الشهيد طبق التظاهرات جميع ناشطين البصره والاعلاميين مال البصره ومثقفين البصره طلقوا الهاشتاج اللي هو تصدر للبصره بلا قانون. طلقت المسيره من سلكه عبد الكريم قاسم لحد القياده البحريه اللي هي قياده البصره. نعم. نعم وكانت فيها رفع لمحاسبه قائد الجرائم. بالنسبه للقوات الامن كيف تعاملت مع المتظاهرين؟ هم بالتالي سيدي هم بالتالي ما لهم اي دور القوات الامنيه، يعني هم اداه يحركونهم الخاطر، يعني مثل ما تقول الاحزاب معينه وشخصيات معينه، يعني هسه هذا المفروض اللي اعتدى اللي هو الجرائم ابو جرائم البصره، المفروض لما التعذيب اللي مات اثناء التعذيب المفروض هذا يجيبونه ويتحاسب، يعني هذا مثل لازم يتحاكم قانونيا وجزائيا وياخذ قانون، القانون ياخذ مجراه، لان انت مو اليوم تاخذ لك شخص والله ما تعرفه من هو ولو تشابه اسماء وتروح تعذب بيه وتقتله، زين انتم كيف شلون دوله شلون عندكم يعني احصائيات؟ شلون عندكم امن وطني؟ شلون عندكم استخبارات؟ اذا انتم شخص تخالف الاسماء ومات على يدكم اثناء التعذيب، يعني هذا الشيء غير مقبول، الشارع البصري اليوم ما يفكر بهيك قضايا، ينظر لهيك قضايا مثل هاي القضايا، يعني هاي قضايا يعني مثل ما تقول قضايا اجراميه، يعني انت بحق الشباب البصري وناشطين البصره. سيدي اليوم الشاب البصري يقول لك انا ارجع اعيش حياه طبيعيه، يعني انت بالمرور يجوز يركض وراك، الشرطي يركض وراك، وانت ما مسوي شيء، يعني انت مثل ما تقول القاتل اليوم انقتل، كل احنا شفنا القتل المتظاهر علي كريم الناشط اللي مات قبل فتره، كل زين شفناه شلون اغتالوه. طيب هذه المطالبات سيد كرار، هذه المطالبات والمناشدات هل تظن انها يعني وصلت الى اسماع الجهات الحكوميه اليوم؟ سيدي هم كل شيء يدرون وكل شيء يعرفون، بس يدرون بها ويغلسون ما يحكون، لان هم وضعهم هم يعني لا شيء عندهم، يعني عندهم لا شيء، يعني هسه عندهم هذا مات يعني ما ولا شيء، شنو يعني؟ يعني مثل محافظ البصره شنو كان؟ كان لما يقتل واحد يلقط متظاهرات مثل قضيه عمر فاضل، شو يروح شو يسوي؟ يقعد ويا اهله ويساوم على دمه ويا العشيره ويعطيهم فصل ويتنازلون عن القضيه ويتنازلون عن كل شيء. نعم، بحسب أحد المراكز الحقوقية فإن هشام الخزعلي تعرض للتعذيب قبل مقتله في مديرية مكافحة الإجرام في البصرة، يعني كيف ترى تعامل الأمن مع المواطن العراقي مع تكرار خاصة مع تكرار القتل تحت التعذيب في مراكز الاعتقال، كيف يرى الناشطون تعامل الجهات الحكومية مع هؤلاء الناشطين؟ نعم سيدي العزيز،
احنا اليوم بالعراق ما عندنا قانون ولا عندنا مثل ما تقول يعني فد قانون يحكم المواطن العراقي. دم المواطن العراقي رخيص، دم المواطن البصري رخيص. احنا كل زين شفنا الجرائم اللي صارت، اللي قمع اللي صار على المتظاهرين، اللي على الناشطين، الاختيارات اللي صارت، شنو من فرقه الموت اللي كذوها شنو شفنا من اتى، شنو النتائج طلعوا لنا من اتى؟ قالوا مستثني على فرقه موت في البصره، هل تحاسبت هاي فرقه الموت؟ هل يعني مثل ما تقول خذت جزاها تحاسبت امام الشعب؟ اليوم هذا اللي اليوم اللي مات هشام اليوم من الجرائم اليوم مني انت يعني يا مدير الجرائم انت اليوم عندك مثل ما تقول شخص استشهد بالتعذيب، يعني هذا القانون هم راح يحاسبه يحاكمه جازيه لو راح يغض النظر عنه، لو راح ينطي فلوس وتمشي شغلته، يعني احنا ضمننا نتعامل، يعني هيك الدم العراقي صار دم رخيص، هيك الدم البصري صار ما له حوبه، يعني هذا الدم عسر، يعني حتى بكلام الله يعني ما يرضى هذا الشيء. يعني كيف هم يستهانون بهذا الدم العراقي؟ يعني هم خلصوا خيراتنا وخلصوا خيرات البلد، انهم ما كفاهم على دمنا، يعني جاي ياخذون دمنا وياخذون ارواحنا، يعني الى متى يظل المواطن البصري والمواطن العراقي عايش في رعب هاي الحال اللي هي مقيمه على قلبه واللي هي مقيمه على الغيمه السوداء، يعني على المواطن، الى متى المواطن يظل اسير تحت رحمه ذولي الميليشيات؟ عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين كرار عجروش، كنت ضيفا عبر الهاتف من البصره، شكرا جزيلا لك.